حبيبي اللي فاز معنا اليوم كنافي جيبي في فقرتنا. يلا يا رب فقرة المطبخ. تعال هنا يا حسن، تعال يا قلبي، تعال هنا، تعال هنا يا شباب. من اليوم ورايح في مطبخنا اللي باقي اللي باقي ياكل من طبخات اخصموا عليه 500 ريال، سواء متسابق معنا في المطبخ او واحد خارج المطبخ. اسمعوني، وش يسوي؟ يخصمون عليه 500 ريال. ليه وش اللي يذوق اكله؟ اذا خلصنا الفقره قوم كل طبخاتك وانجن علينا. ابشر ابشر احنا اسف يا ابو حمد. الف مبروك للي فاز معنا اليوم. اعطها مساحه عشان لح 500 درجه. والله بالله كيف عمرك؟ الله يخليك يا رب من جمالك. بس اليوم كذا طالع يا حبيبي انت، عيونك والله ادري انه فايزين بس قاعد تسوي لي تمويه. عيونك عيونك يا قلبي. ايوه اها اها الثقه 2000 عاشوا عاشوا عاشوا. اهي طيب طيب. كم رصيدك يا بندر؟ انا 21000 بس. وانت كم رصيدك؟ 120000 116000 والله؟ لا والله. كم؟ 10924 ريال ولله الحمد. 10900 كم يا حبيبي؟ 24000. لا لا ما تحتاج انت. انت كم قلنا؟ 1500. لا لا 1500. كم؟ 15. 15000 تحتاجون 500؟ والله شباب تحتاجون 500 جدا جدا. حولها حولها وتبدا المغرب. والله حساب يسهل ترى جاهز. يستاهل. انا ما ادري وي بها ولا لا. كلنا نبغيها. طيب مش عطني خمسه انا والزهر. انت اليوم ايش فيك؟ بندر مطيري يستاهلون يعني؟ انت واثق يعني من جمهورك ولا واثق من الناس اللي يدعمونك؟ الا واثق بس ادري ان بندر بياخذها لانه يستاهل. طبختكم احلى ولا طبختهم؟ الحين بسالكم سؤال، ايش الطبخ اللي باقي؟ طبختك طبختكم؟ ايه طبختهم قليلة وكذا جاملوهم العيال. طبختنا فاضية ما فيها شيء؟ يعني ايش؟ ان شاء الله يعني هم اكلوها. هم من اكلها؟ بنبيض وجه الجوهرة باذن الله. انا تاخذ اكلها حمد الملك. والله ما اكلت حبة. استغفر لا تحلف بالله. اكلت اوه الشفر الباب عندكم صح؟ ايه بتزعلون هذا اليوم؟ لا تك لا 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 اتوقع والله كلامك يراضونا. ايش تدور؟ والله بيزعلوا. والله بيزعلوا الرباب. الف مبروك لحمد وحسن. الف مبروك. مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك مبروك، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك يا فايز، مبروك مبروك. ودهم ودهم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا شكرا لكم اعزائي المشاهدين خلف الشاشات. الله يسعدكم ويسر اموركم. القادم باذن الله اجمل معكم.